ما قلتي لي شو اللي خلاك تعزميني وتصري على العزيمه وتقلي لي تعي؟ لا وشو عملتي لي نسكافيه؟ مالك بالعاده؟ هلا انا في شغله كثير محيرتني، وبيني وبين حالي شو قلت؟ ما له غير اختك وجارتك ام السوس المزوقه الحلوه الحبابه ام الافكار الجهنميه يلي طبعا دايره نص العالم اذا مو كله. فبصراحه اكثر ما رح لاقي قدك وحده بتفهم بالاتيكيت. طبعا هما احلاكي تلاقي وحده احسن مني بتفهم بالاتيكيت. قولي شو بدك؟ بدي اعمله مفاجاه لقصي، وهو بعد يومين عيد ميلاده، بس ما عم بعرف شو بدي اجيب له هديه انا. طيب شو بدك تجيبي له يا ستي؟ شو بدك تجيبي له يا ستي؟ شو رأيك؟ ايه شو رأيك تجيبي له ساعة تقيلة؟ عنده كتير ساعات. عنده كتير ساعات، طيب شو رأيك تجيبي له جرافات مرتبة؟ من كتر الجرافات اللي عنده ما عم بيلحق يلبس منه شيء. ايه بقى؟ طيب جيبي له قنينة بارفان حلوة. عنده. هي علينا. لسه كل شيء عنده، كل شيء عنده. استنى رح مخمخ لك شوي. شو رأيك تجيبي له قميص أحمر مرتب سبور؟ والله الفكرة. لك شفتي ليش أنا بحبك وبثق بذوقي؟ منيح اللي دقيت لي. ساوي غيرها بردت، قومي. لك مساء الخير لأحلى مرة بالعالم كله. مثل نور. شو شكلك كثير مبسوط؟ كثير كثير كثير، ما بتخيل قد ايه مبسوط. طب هات لشوف احكي لي. يا ستي ملا انت اللي صار انه ولا اقول لك ما راح اخليها مفاجأة. قصي قلي. لك روحي ما بدي اقول لك. انت على اساس مفكر انا ما بعرف؟ ايه لا بعرف. شو انت نسيان انه لؤي مو بس جوز اختي، هو ابن خالتي كمان وريما ما راح تخبي علي شيء. ايوه بس حبيبتي قصدك انت على المشروع الفني اللي بيني وبينه؟ ايوه. ايه لا هذا نص المشروع، بس في نص ثاني ما حدا بيعرفه غير انا. عن جد؟ ايه. طب احكي لي شو؟ مرحبا. قصي. الحقيقه يا انسه ريان انا امبارح كنت سهران بالمحل اللي بتشتغلي فيه. وكثير لفت انتباهي صوتك، جمالك، ثقتك بنفسك. ونحن بمجال شغلنا قررنا نفتح خط جديد، وقررنا نعمل لك كليب. عم تحكي جد استاذ؟ انا بالشغل ما بمزح، خاصه انه معي شريك. طيب وانا من ناحيه المبدا موافقه، وانا من ايدك هاي لايدك هاي. وهذا هو المطلوب، لانه نحن عندنا شغل كثير من قبل ما نبلش. طيب وانا شو المطلوب مني؟ المطلوب انك تقري لي هذا العقد وتعرفي الشركه شو بدها تاخذ منك وشو بتقدم لك. عقد احتكار؟ طب ممكن تعطيني قلم لوقع؟ ما بدك تقري لي العقد. هي توقيعي من هاللحظه انا ملكك وعلى بياض وحياتك.